تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعين الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، ودائما صباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. مستمعين الأعزاء، الشعور بالسعادة والتفاؤل دائما يعكس آثار إيجابية على صحة الإنسان، ودائما أيضا التفاؤل هو السلاح الأساسي الذي يجب على الإنسان أن يتمسك به دائما ليتمتع ونتمتع بسعادة كبيرة في الحياة. أنا رحب بكم مستمعين الأعزاء ببرنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل معي اليوم المبدع من فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت نجاة السويدي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد، وأيضا الأخت آمنة آل علي. صباحكم الله بالخير والنور والعافية. أهلا فيك أخوي عبد الله، صباح الخير والنور والسعادة. يا صباح الخير والنور والسعادة، أنا محدثكم عبد الله جمعة، ودائما من خلال برنامج صحة وسعادة نرحب بتواصلكم ومشاركاتكم معنا على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وقبل أن نستعرض فقرات برنامجنا هذا اليوم، دائما نحب أن في البداية نذكركم مستمعين الأعزاء بأهمية الإجراءات الاحترازية والوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا. دائما كونوا حريصين على ترك مسافة آمنة مع الآخرين، وحافظوا طبعا على لبس الكمامة وخاصة في الأماكن المغلقة، وأخيرا غسل اليدين بشكل مستمر ولمدة لا تقل عن 20 ثانية. نستعرض فقراتنا لهذا اليوم دائما طبعا فقرة الأخبار المحلية والعالمية. اليوم أول خبر تحت عنوان مادة غذائية تحسن الرؤية وعمل القلب، وبتوافيكم ب يعني توضيح أكثر الأخت آمنة عليك. وخبرنا الثاني اليوم تحت عنوان طريقة بسيطة للتحقق من صحة القلب، أيضا فقرة السوشيال ميديا ودائما أهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي. أما فقرة خدمات هيئة الصحة اليوم عندنا موضوع وبنتكلم عن مركز جراحة المناظير بمستشفى لطيفة بهيئة الصحة بدبي. ومثل ما عودناكم دائما عندنا كل يوم مصطلح طبي، واليوم مصطلحنا الطبي تحت عنوان ضمور العضلات. أما فقرة التغذية كيفية التخلص من الدهون الثلاثية في الدم، وآخر فقرة فقرة صحة المرأة. وموضوعنا اليوم شيق وحيوي، واللي عنده أو مصاب بداء السكري بنتكلم اليوم عن سكر الحمل. هاي فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعين الأعزاء، مثل ما تلاحظون هنا متنوعة ومختلفة، فدائما نرحب أنكم تتواصلون ويانا على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. آمن، شو حاب اليوم تعطينا من الأخبار؟ مادة غذائية تحسن الرؤية وعمل القلب، ولا طريقة بسيطة للتحقق من صحة القلب؟ وكلهم أخبار عن القلب. طبعا أخوي عبد الله حبيت هذا الخبر اللي يقول طريقة بسيطة للتحقق من صحة القلب. نعم. طبعا اقترح علماء المستشفى الجامعي في مدينة لاكورنيا الإسبانية طريقة سهلة وبسيطة يمكن للشخص استخدامها للتأكد من حالة قلبه الصحية.
ويفيد موقع هيلث لاين بأن من أجل ذلك يجب قياس الوقت اللازم للصعود إلى الطابق الرابع باستخدام الدرج. ويقول الدكتور خيسوس بيترو إن إذا كان الشخص يحتاج إلى أكثر من دقيقة ونصف للصعود إلى الطابق الرابع فإن حالته الصحية ليست جيدة. وأضاف وإذا كان الشخص يحتاج إلى حوالي دقيقة واحدة للصعود إلى الطابق الرابع وبعدها لا يشعر بالتعب أو ضيق في التنفس فإن حالته الصحية جيدة ولا تدعو للقلق. وطبعا بحسب ما قال الدكتور ان هاي الطريقه لا تستبعد ضروره اجراء الفحوصات السنويه والدوريه، ولكنها قد تكشف في الوقت المناسب وجود مشكله في القلب والاوعيه الدمويه. وطبعا اخوي عبد الله نحث المستمعين اليوم ان يجربون هاي الطريقه، يصعدون صحيح. الدرج اذا كان صعدوا في دقيقه ونفسهم في مكانه وأمورهم طيبة، تقول الدراسة هاي إنه يعني إن القلب عندهم سليم، بس إذا استغرقوا أكثر من دقيقة مثلا دقيقة ونص وحسوا بتعب ننصحهم إن يصيرون يكشفون ويتأكدون. وطبعا هاي طرق يبتكرها العلماء والأطباء، ولكن طبعا ما ننسى الفحوصات الدورية مهمة جدا. صحيح، هاي طبعا نصيحة أختي آمنة آل علي اليوم لكم مستمعين الأعزاء، والنتائج خبروها إن شاء الله باكر بتكون أيضا ويانا. ناخذ عيال أختي آمنة فقرة السوشيال ميديا اليوم وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أختي أسمى صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله وأختي آمنة، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. يا صباح النور والسعادة. نبدأ بمجموعة من التغريدات اللي كنا حاطينها في قنواتنا، قناة التواصل الاجتماعي، ومنها الخدمات اللي نتكلم فيها. مثل ما تعرفون نحن في هذا الشهر مركزين على أصحاب الهمم وكل الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، من ضمنها الفحص النمائي للطفل واللي هو متوفر من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي. مهم جدا يعني الشخص انه يعرف اذا كان في اي تاخر او اي تاخر في النمو، ان الاهالي يعرفون مثل ما يسمون كل ما كان اسرع كل ما كان احسن، عشان يكون عندهم القدره لحل المشاكل الموجوده لدى اطفالهم ودمجهم في المجتمع. ايضا من ضمن الخدمات اللي نحن كنا مركزين عليها في قنوات التواصل الاجتماعي وهي خدمات مركز التدخل المبكر التابع لهيئه الصحه بدبي. ايضا من ضمن واني يعني ناكد على جميع اهميه المواضيع اللي متعلقه بكورونا وكوفيد 19، نتمنى من جميع اخذ الاجراءات الاحترازيه حين وقت اجازه المدارس. مهم جدا انهم يعلمون عيالهم اهميه اخذ الاجراءات الاحترازيه. في بعضهم بيكون عندهم مثل مناسبات واحتفالات، يكدون ان العدد ما يكون كبير، يكون على الاسره البسيطه او عدد محدود مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي ولبس الكمامه وغسل اليدين باستمرار. اهم شيء ان احنا نعلم عيالنا غسل اليدين باستمرار. اني عند التغريدات الاكثر تفاعلا كانت في قنوات التواصل الاجتماعي خلال نقول مثلا ال 15 ساعه السابقه، تغريدة من حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي تقول: اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي حملة واسعة ومجانية للتطعيم ضد كوفيد 19 بلقاح فايزر في دبي اعتبارا من يوم الأربعاء. أيضا من ضمن التغريدات التي تم نشرها من حساب المكتب الإعلامي لحكومة دبي: دبي تتسلم أول شحنة من لقاح فايزر بيونتك المضاد لفيروس كورونا المسجد كوفيد 19، وتم نقل الشحنة من فوكسل إلى دبي جوا من خلال رحلة الإمارات للشحن الجوي ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات. تم تخزين الشحنة في منشآت الإمارات كاي فارما المخصصة لتخزين اللقاح. هذه تقريبا من الأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة الماضية. نتمنى للجميع الصحة والسلامة ودمتم بصحة وسعادة. دمتي بصحة وسعادة أختي أسمى، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأعزاء، قبل أن نأخذ الفاصل نحب نذكركم بأن أيضا هيئة الصحة بدبي توفر خدمات فحص فيروس كورونا في مراكز التسوق بالإمارة في مول الإمارات ومردف سيتي سنتر وأيضا سيتي سنتر ديرة. بإمكانكم التواصل على الرقم المجاني لهيئة الصحة بدبي 8342 للمزيد من الاستفسارات حول هاي المواضيع. بعد الفاصل مستمعينا الأعزاء عندنا فقرة اليوم حيوية الصراحة،
تحت عنوان مركز جراحة المناظير بمستشفى لطيفة. بنتكلم أكثر عن هذا المركز الحيوي، والحقيقة يعتبر من المراكز الرائدة والمتميزة في خدمات جراحة المناظير النسائية. بنعرف أكثر إن شاء الله عن هذا الموضوع بعد الفاصل. دائما نقول خلكم مع صحة وسعادة، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم مستمعين الأعزاء على الأرقام 600551414 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي اختيامنا اليوم بنتكلم عن مركز جراحة المناظير بمستشفى لطيفة. ومن المعروف بأن مركز جراحة المناظير بمستشفى لطيفة يعتبر من المراكز الرائدة والمراكز الشمولية اللي خدماتها لا تختصر فقط على الجانب العلاجي، وإنما أيضا جوانب أخرى، الجانب التثقيفي وجانب قد يكون النفسي والجانب أيضا الاجتماعي. بناخذ أكثر حول هذا الموضوع وبنتعرف أكثر عن مركز جراحة المناظير في مستشفى لطيفة مع الدكتورة بداية ياسر، أخصائي أول في جراحة المناظير النسائية في مستشفى لطيفة. دكتورة صبحك الله بالخير والنور والعافية. أهلين، صباح الخير والنور والسعادة والصحة على الجميع. تسلم، شكرا جزيلا لك، يعطيكم العافية. الله يعافيك دكتورة، ونحن سعيدين جدا يعني بوجودك معنا اليوم، وأيضا سعيدين بأننا نتكلم عن هذا المركز الحيوي والمركز اللي يعتبر الحقيقة من المراكز الرائدة والمراكز العالمية الخاصة في جراحة المناظير النسائية في مستشفى لطيفة. حابين دكتورة يعني تعطينا نبذة سريعة عن المركز، متى تم تأسيس هذا المركز وشو الخدمات اللي موجودة؟ وأنا متأكد أن خدماتكم مميزة الحقيقة، يعني مثل ما ذكرنا في البداية أن مركز شمولي ويقدم خدمات شمولية للمراجعين أو متعاملين مستشفى لطيفة بدبي. شكرا عبدالله، أعطيك ألف عافية. صحيح كلامك، طبعا هو أكيد مستشفى لطيفة يعتبر من أكبر المستشفيات الحكومية في منطقة دبي وحتى الإمارات المجاورة، عشان هي كانت الفكرة أول ما بدأت الفكرة لتأسيس مركز لعلاج الحالات النسائية بهذا المستشفى. وبدأت الفكرة تقريبا في عام 2012، إحنا بدينا تأسيس هذا المركز. الحمد لله كانت في جهود كتير كبيرة علشان ترتكز على ثلاث محاور. الصراحة المحور الأول اللي هو المحور العلاجي، طبعا تقديم العلاج والتشخيص الصحيح والعلاج الصحيح للأمراض النسائية. كمان كان محور تدريبي من أجل تدريب الأطباء، ومحور إداري من ناحية أخذ الاعتمادات والشهادات الدولية. والحمد لله هذا الموضوع تطور بشكل كتير منيح، بحيث هلأ إحنا تقريبا عندنا المركز هذا بضم نخبة من الأطباء، تقريبا 10 أطباء إحنا موجودين في هذا المركز. والأطباء عادة ما هم شهادات الاختصاص بجراحة المناظير النسائية، يعني مش فقط هم أطباء نسائيين، هم ما هم شهادة الاختصاص الدولية بموضوع المناظير النسائية. عندنا 3 غرف عمليات تقريبا مجهزة بأحدث الأجهزة بالنسبة للمناظير النسائية. عندنا غرف الأشعة، وكمان مركز التشخيص الأشعي والأشعة، وكمان العلاج الطبيعي. نعم، وطبعا من هذا المركز في عندنا كمان مركز بطانة الرحم المهاجرة من أجل التشخيص والعلاج. الحمد لله إحنا كنا تقريبا قبل 2 سنين كنا أول مركز في الدولة على مستوى الدولة كامل ناخذ شهادة الاعتماد الدولية من الجمعية الأمريكية لجراحة المناظير النسائية، والحمد لله حصلنا كمان الاعتماد الأوروبي الجي سي آي،
وكمان اعتماد جمعية الجراحة الأوروبية للمناظير النسائية. فالحمد لله أعتقد أنه كنا أول وأيشين في هلأ إحنا يعني المركز الوحيد اللي محكمين هذا الاعتماد. الحمد لله الخدمات اللي بنقدمها في هذا المركز متنوعة وشاملة وعندنا أعداد ما شاء الله كثير كبيرة. والحمد لله كمان في عندنا استقطاب للسياحة العلاجية، المرضى من خارج الدولة كمان بيجوا عندنا في هذا الموضوع. صحيح في وقت في فترة الكورونا تأخر الموضوع شوي، وإحنا تقريبا كان في فترة لتوقيف الخدمات 3 شهور. بعدها الحمد لله رجعنا للعمل بالدوام الكامل مع كل الاحتياطات اللازمة لموضوع الكورونا، وإن شاء الله جبنا بشكل جميع وتمشي هالأزمة على خير إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. طبعا دكتورة مستشفى لطيفة غني عن التعريف، يعني يستقطب من جميع إمارات الدولة ومن خارج الدولة، أيضا يستقطب جميع النساء من جميع الأعمار، لأن مستشفى رائد ومتطور. طبعا واليوم بالأخص نتكلم في هذا الجانب عن التطور التقني في مستشفى لطيفة. طبعا نتكلم عن مميزات جراحة الجراحة بالمنظار. ممكن تعرفينا دكتورة شو اللي يميز الجراحة بالمنظار عن الجراحات التقليدية النسائية، ومدى توفر الجراحة بالمنظار في المنطقة؟ أوكي. طبعا هو تقريبا من فترة 15 سنة الماضية كل التوجه أصبح تجاه جراحة المناظير. صحيح في التخصصات الأخرى المناظير كانت موجودة من قبل، بس موضوع تخصص النسائية الموضوع صار أكثر في آخر 15 سنة. وطبعا هذا الشيء كتير منيح لأنه من ناحية تقنية كتير أحسن للطبيب أو الجراحة النسائية بالنسبة لتشخيص المرض، كتير أوضح كتير أدق وكتير أصح هذا الشيء. بالنسبة للمريضة جراحة المناظير تعتبر جراحة بثقوب، فما في أي شق في البطن، شق نسائي، وبالتالي هذا بيجنب المريضة الألم الكبير اللي كان ممكن يصير عندها. الألام بتكون كتير خفيفة. الشغلة الأخرى كمان التعقيدات الممكنة من العمليات الجراحية بتكون نادرة جدا، وأنا بقصد في التعقيدات مثلا النزيف أثناء العملية أو جرح الأعضاء مثل الأمعاء أو المثانة، التهابات الجروح، هاي كلها بتكون تقريبا معدومة في عمليات المنظار. أيضا التعافي السريع للمريضة، عادة عملية المنظار في اليوم الثاني المريضة بتكون جاهزة للخروج من المستشفى. أيضا تعافيها في البيت بيكون سريع، عادة أسبوع لأسبوعين بتكون المريضة جاهزة أنه ترجع على دوامها أو على بيتها كامل بجميع المقومات. دكتورة في هذا المجال لو نقدر نقول الدقة، هل جراحة المناظير علاقة بدقة العملية وأن تكون العملية 100% صح؟ يعني هل المناظير علاقة في هذا الموضوع؟ طبعا هذا اللي أنا بدي أركز عليه، أنه المنظار مش بس لفائدة المريضة، هو لفائدة الجراح. العمليات المناظير الدقة فيها لأنه التكبير اللي بيصير فيها تقريبا 40 مرة التكبير للأعضاء، الوصول لجميع أعضاء الحوض والأعضاء النسائية الموجودة داخل بيعطي التشخيص الصحيح 100% تقريبا للمرض اللي بيكون موجود عندها، وكمان أيضا بالتالي العلاج بيكون صحيح. مرات كثير المريضة بتضطر، خصوصا اللي بيكون عندهم آلام مزمنة في الحوض، بتضطر تروح على عمليات قبل المناظير أو في الوقت الحالي في عمليات فتح تخلص المريضة ما لقي شيء، ما عندك سبب. هذا الشيء كثير موجود، عشان هيك كمان المنظار مفيد جدا للأطباء. الشغلة الوحيدة في المنظار إنه بيحتاج خبرات ومهارة وشهادات تخصص غير عن الطبيب النسائي العادي، الطبيبة النسائية العادية، لأنه مش أي طبيب نسائي بيقدر يعمل عمليات جراحة المناظير. نعم طبعا المناظير تحتاج الخبرة. نعم طبعا دكتورة، يعني في آخر 5 دقائق متبقية من هذه الفقرة نبغى نعرف منك على أنواع الأمراض النسائية الشائعة في المنطقة واللي تحتاج للتدخل الجراحي بالمنظار. أكيد طبعا من خبرتي أنا في هذا المجال، الأمراض النسائية اللي بتغطيها المناظير كاملة، المناظير بتغطي كامل الأمراض النسائية. نبدأ في موضوع آلام أو مشاكل الدورة من النزيف، عادة الألياف الرحمية، اللحميات الرحمية، مشاكل المبايض
بكل أنواعها، كانت أكياس على المبايض أو أكياس بطانة الرحم المهاجرة، الأورام بجميع أنواعها سواء كانت أورام حميدية أو أورام لا سمح الله خبيثة، مشاكل تأخير الحمل وتأخير الإخصاب أو الإخصاب الفاشل بالنسبة لعمليات أطفال الأنابيب، تجمع السوائل في الحوض، الآلام المزمنة في الحوض وعلاجها، ضعف أرضية الحوض وزي ما احنا نسميها تخبيط المثانة أو الرحم، كلها هاي تتغطى في المناظير. وإحنا عندنا كمان في المركز هاي الحالات كلها بنشوفها تيجي عندنا موجودة والحمد لله علاجاتها تامة. عشان هيك أنا دائما بنصح النساء إنه عادة لما يكون عندهم أعراض ما يتأخروا إنه يجوا على المراكز المتخصصة وما يروحوا على عيادات عامة أو أكثر من مكان وبعدين يجوا على المركز المتخصص. هذا اللي بنشوفه عادة، أنا بشوفه عندي في المرضى، بيجوا أحيانا متأخرين بعد ما يروحوا على أكثر من مكان أو يتجاهلوا الأعراض اللي موجودة عندهم، هذا بيؤدي إلى تأخير العلاج وتأخير الشفاء التام لإلها. نعم، وطبعا دكتورة مثل ما نصحتي تو النساء والمستمعين أن ضرورة أن إذا ظهرت عليهم أعراض أن يلجؤون إلى الطبيب المختص في هذا المجال. فطبعا حابين نعرف منك أيضا نصائح عامة وسريعة للمرأة في مجال الأمراض النسائية وكيف تشخيصها الصحيح. أنا نصيحتين بدي أعطي للنساء من خبرتي في هذا الموضوع، لما أشوف المرضى اللي بيجوني عندي في العيادة واللي بعمل لهم العمليات، الشغلة الأولى إنه في أعراض تحتاج تتوجه فيها المرأة مباشرة للطبيب بناء على عمرها أو الفترة اللي من حياتها. فمثلا فترة الخصوبة ما بين 18 سنة لعمر 35 أو 40 تختلف عن فترة انقطاع الدورة اللي هي ما بعد عمر 45. فمثلا الآلام البسيطة اللي بتكون في الدورة الشهرية عادي ما مشكلة، بس الآلام القوية جدا اللي بتخلي المرأة ما تروح على دوامها أو تضطر تأخذ مخففات آلام طول الوقت، هذا بيحتاج إنها تتابع وتيجي على عيادة المناظير أو حتى عيادة الأمراض النسائية وتخبر عن هذا الموضوع سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. نعم. الموضوع الآخر أيضا موضوع تأخير الحمل. تأخير الحمل عادة يفضل أن يتم المراجعة مبكرا. الشغلة الثانية اللي بدي أنصح فيها النساء أنه موضوع الأمراض النسائية يحتاج أنه المرأة تتوجه لحد متخصص في هذا الموضوع، فما تحاول تأخر الموضوع أو تروح على طبيب مثلا أو طبيبة لأنها بتعرف أنه مثلا زميلتها أو صاحبتها راحت عليه، لا، لازم تعرف انه هذا الموضوع بده ناس متخصصة عشان التشخيص الصحيح. انا بيجيني مرضى التشخيص متأخر عليهم يمكن 10 سنين كاملة. نعم. يعني هذا هو الاشي اللي انا عن جد بدي اوصله للمرضى. الله يسلم الجميع يا ربي ويعطيهم الصحة والعافية. امين يا رب. طبعا دكتورة بداية ياسر عمرو اخصائي اول في جراحة المناظير النسائية، شاكرين لك تواجدك معنا وشاكرين لك وقتك الثمين، وطبعا كل الشكر لفريق العمل في مركز جراحة المناظير بمستشفى لطيفة. شكرا لكم دكتورة. الله يسعدك، شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. سلام. نعم اختي آمنة، مثل ما لاحظتي بأن يعني الحقيقة الخدمات اللي تقدمها مستشفى أو يقدمها مستشفى لطيفة دائما خدمات مميزة وخدمات يعني مختلفة عن أي مكان آخر. ودائما لو تلاحظين حين في توجه من حكومة دبي وأيضا من هيئة الصحة بدبي خصخصة الخدمات الصحية، ودائما تلاحظين في توجه لشمولية الخدمات العلاجية اللي لا تختصر فقط على العلاج الدوائي، وإنما يعني يأخذون جانب العلاجي المرضي، الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي، بحيث أن تكون خدمة متكاملة للمريض. بناخذ فاصل اختيامنا، وشو عندنا اليوم مصطلحنا الطبي لها اليوم؟ إن شاء الله بيكون مصطلحنا الطبي لهذا اليوم ضمور العضلات. ممتاز، مستمعين الأعزاء خلكم مع صحة وسعادة وفاصل وراجعين. صحة وسعادة.
مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، ويا مرحبا بكم سهلة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ومستمعينا الأعزاء، فقرة المصطلحات الطبية اليوم مصطلحنا اختيامنا ضمور العضلات. نعم، وطبعا ضمور العضلات هو مجموعة من الأمراض اللي تسبب ضعف العضلات وفقدان الكتلة العضلية تدريجيا، وطبعا تعيق الجينات الشاذة اللي هي الطفرات في مرض ضمور العضلات من إنتاج البروتينات اللازمة لبناء عضلة سليمة. وتوجد عدة أنواع من مرض ضمور العضلات، تبدأ أعراضها أكثر الأنواع شيوعا في مرحلة الطفولة وخاصة الذكور، بينما الأنواع الأخرى لا تظهر أعراضها حتى الوصول لمرحلة البلوغ، وهذا ولم يتوصل الطب إلى علاج لضمور العضلات حتى الآن، ولكن العقاقير والمعالجة يمكنها المساعدة في التحكم في الأعراض وتعطيل تقدم المرض. نعم، ومن مصطلحنا الطبي اختيامنا بناخذ فقرة التغذية، واليوم تحت عنوان كيفية التخلص من الدهون الثلاثية في الدم. نعم، والحديث طبعا عن هذا الموضوع بتكون معنا اليوم الأستاذة هنادي الغبيش، أخصائية تغذية علاجية في هيئة الصحة بدبي. صباح الخير أستاذة هنادي. صباح النور، حياكم. أهلا فيك. اليوم موضوعنا رح يكون عن الدهون الثلاثية أو ما يعرف بالترايغليسرايد. هلا الترايغليسرايد أو الدهون الثلاثية هي عبارة عن مؤشر مهم لصحة الإنسان وعلى الأخص لصحة القلب، فارتفاع نسبتها بزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين. واليوم إن شاء الله رح نتعرف على مصادرها وما هي ولماذا ترتفع في الجسم. هلأ إلها هي طريقين، إما الأشخاص بتناولوا كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون، على وجه الخصوص الدهون المشبعة اللي هي مصادرها الدهون الحيوانية والدهون المهدرجة. الدهون الحيوانية موجودة في الحليب ومشتقاته، في اللحوم والأسماك والدواجن، واللي أخطر من الدهون المشبعة اللي هي الدهون المهدرجة أو المحولة مثل السمن الموجود في الأسواق. هذا بيرفع كلياته الدهون الثلاثية بالإضافة إلى تناول سعرات حرارية زيادة عن حاجة الأشخاص، بتم تخزينها على شكل دهون ثلاثية بتم الاستفادة منها وقت الحاجة. لكن إذا ما تم صرف هاي الطاقة وتم استهلاكها بشكل متكرر، يؤدي تراكمها أو تخزينها في الجسم على شكل دهون ثلاثية، تراكمها على جدار الأوعية الدموية، وتضيق هاي الأوعية الدموية مسببة عدة مخاطر، منها السكتة الدماغية، تصلب الشرايين، التهاب حاد في البنكرياس. هلا نيجي نتكلم كمان على أسباب ارتفاع الترايغليسرايد عند الأشخاص. هلا ترتفع دائما عند الاشخاص اللي بيعانوا من سمنه مفرطه، والاشخاص اللي ما عندهم ممارسه للرياضه وما عندهم حركه كثير، يعني الانسان بطبعه لازم يكون نشيط، بالاضافه لنمطهم الغذائي بيكون او نمطهم الحياتي خاطئ من حيث التمارين الرياضيه، من حيث تناول الاغذيه، الافراط في تناول كمان السكريات البسيطه خاصة السكر الأبيض، لأنه هاي كلياتها بتحول بالنهاية إلى الترايغليسرايد. في هلأ كمان أسباب وراثية، وكمان في هناك أسباب يعني مرتبطة بمضاعفات لبعض العقاقير والأدوية. للأسف أستاذة هنادي ما نسمع صوتك، لو ممكن توصلين الحديث عشان نتأكد بس. احتمال يكون في خلل في الاتصال، ننتظر ان نتواصل مع الأخت
هنادي اختي آمنه، مثل ما تفضلت الأخت هنادي بأن هاي الأمور ضرورية على أساس أنها دائما يعني تركيز أو تخزين الدهون الثلاثية في الجسم طبعا يأثر على صحة القلب وأيضا يأثر على الصحة العامة. لهذا السبب دائما يعني في نصائح من خبراء التغذية، والطبيب ينصح الشخص أنه يكون عنده فحوصات، دائما يسوي الفحوصات الدورية هاي، بالأخص فحص الكوليسترول العام اللي يسمونه توتال كوليسترول، على أساس أن الشخص يعرف شو مجموع الكوليسترول عندك. بنكمل حديثنا مع الأستاذة هنادي. تفضل يا أستاذة هنادي. هلا، قلنا أسباب ارتفاع الترايغليسرايد السمنة المفرطة، عدم ممارسة الرياضة وقلة الحركة، نمط الغذائي والحياتي كمان الخاطئ للأشخاص، الإفراط في تناول السكريات البسيطة وعلى الأخص السكر الأبيض. هلأ قلنا كمان مو بس الناحية الأغذية، في كمان أسباب وراثية، وكمان تناول بعض العقاقير مثل الستيرويد، مدرات البول، بعض الأدوية المانعة للحمل كمان ممكن ترفع مستوى الترايغليسرايد. فإحنا دائما لما الأشخاص يجونا على العيادة وكان نسبة الترايغليسرايد مرتفع عندهم، لازم بداية قبل ما نعطيهم أي إرشادات نعرف سبب ارتفاع النسبة. أستاذة هنادي، طبعا لضيق الوقت اليوم ولعددين أيضا فقرة أخرى، طبعا حبينا نعرف منك يعني نصيحة تلخصينها كنصيحة أخيرة لكيفية التخلص من الدهون الثلاثية في الدم. أوكي، هلأ توجب علينا اتباع نمط حياتي صحي بتضمن التالي: عدم الإفراط في السعرات الحرارية وتناول فقط قدر الحاجة. يكون الإنسان بطبعه نشيط، بيمارس الرياضة تقريبا نص ساعة يوميا، إذا تعذر بشكل يومي تقريبا على الأقل 3 مرات في الأسبوع. التقليل من تناول السكريات البسيطة الموجودة في العصائر المصنعة، الحلويات، المشروبات الغازية، تناول الدهون الجيدة وعلى الأخص الأوميجا 3 اللي بتساعد على تقليل نسبة الترايغليسرايد، بالإضافة للأشخاص اللي بيعانوا من زيادة الوزن تخفيض الوزن، لأنه في دراسات بتقول تخفيض الوزن من 5-10% بيؤدي إلى خفض الترايغليسرايد تقريبا 40 ميلي جرام لكل ديسيليتر. نعم، طبعا أستاذة هنادي شاكرين لك معلوماتك القيمة اليوم، ونتمنى نستضيفك مرات قادمة نستكمل حديثنا في هذا الموضوع إن شاء الله. أهلا. نعم اختي آمنة، مثل ما تفضلت بأن دائما نحن ننصح وأيضا خبراء التغذية ينصحون بالتوازن في الغذاء الصحي السليم واتباع نمط حياة صحية سليمة، على أساس أن دائما الإنسان ما يكون عنده مشاكل في تجمع أو تراكم الدهون الثلاثية. ننتقل إلى فقرتنا مستمعين الأعزاء وفقرة صحة المرأة. طبعا أكيد بيكون عندك أنت اختي آمنة اليوم، ولكني أنا الحقيقة أحب هذا الموضوع السكري بشكل عام، ولكن اليوم بنتخصص وبنتكلم مع الدكتورة نوف علي عبد الله النون، طبيب أخصائي. صباح الخير دكتورة نوف. صباح النور والسرور. أنا بتركت مع أمل اليوم مع آمنة العلي تكملون حديثكم، ولكن إذا في مداخلات إن شاء الله بكون معاكم إن شاء الله. يا رب إن شاء الله. دكتورة نوف، طبعا بداية نرحب فيك تواجدك معنا اليوم في البرنامج، وحابين نعرف منك اليوم على شو هو سكر الحمل وما هي أعراض سكر الحمل، عشان المستمعين اللي مثلا إذا في حوامل يسمعونا اليوم يعرفون بداية شو هي أعراض سكر الحمل. الله يحييك غالية. سكر الحمل هو عبارة عن ارتفاع سكر الدم أثناء فترة الحمل وعدم تواجده في المرأة الحامل سابقا. طبعا هو نتيجة هرمونات الحمل، حيث يحدث عدم توازن في قدرة الإنسولين على إنزال السكر فترة الحمل. وطبعا أعراض سكر الحمل بالعادة ما تكون أعراض واضحة، بس قد تكون مشابهة لأعراض مرض السكري. يعني مثلا في بعض النساء يحسون بجفاف في الحلق أو البلعوم، أو عزكم الله يصير إكثار في التبول. نعم، وطبعا دكتورة أيضا نبي نعرف شو هي يعني من هي فئة النساء الأكثر عرضة لسكر الحمل. ممتاز. بالنسبة للنساء الأكثر عرضة لسكر الحمل، هم أولا النساء اللي عندهم سابقا يعني حمل أو تاريخ مسبق بسكر الحمل، وهذا الحمل يكون عندهم احتمالية أكثر ب 50% أن يصيبهم سكر الحمل. وكذلك في بعض النساء يكون عندهم متلازمة تكيس المبايض،
وهذا بالعادة يسوي احتمالية ارتفاع سكر الحمل في الحمل الحالي. نعم. وأيضا من أشياء نعم. لا عاد تفضلي دكتورة. طبعا الوزن الزايد والبدانة أيضا يزيد احتمالية سكر الحمل في الحمل الحالي. وأيضا كذلك في بعض العوائل اللي عندهم سكر الحمية في الأم أو الأخوان يزيد احتمالية إصابة الأم والحامل سكر الحمل. وفي نقطة أخيرة، إذا كانت أنت تاريخ مسبق في حمل سابق حجم البيبي أكثر من 4 كيلو، احتمالية أن يكون فيها سكر الحمل في الحمل الحالي أيضا يكون أعلى. نعم دكتورة، أعراض سكر الحمل هل هي مشابهة لأعراض السكر؟ يعني الشخص الطبيعي يعني اللي فيه سكري، هل الأعراض مشابهة؟ بعض الأحيان تتشابه الأعراض، بس الأغلب أغلبية الوقت بتكون ما في أعراض. بس الأعراض المشابهة ممكن تصير جفاف الحلق أو البلعوم، أو عزكم الله إكثار في التبول. قد توجد هاي الأعراض وقد لا تتواجد صراحة بالعادة يعني. نعم طبعا دكتورة، أنا واجهت صراحة في حملي الأخير سكر الحمل، ولكن لم يعني ما كان في أي أعراض تدل إن على إصابتي بسكر الحمل. مجرد هناك كان كشف عن سكر الحمل أثناء الحمل. نبات يعني تحدثين أكثر، كيف يتم الكشف عن سكر الحمل؟ ولي واجهت الغالي هو نفس كثير من النساء الحوامل، ما يكون عندهم سكر الحمل أو عندهم خلفية مسبقة بسكر يعني كمرض عادة. وتم اكتشاف سكر الحمل فترة الحمل كيف؟ نكتشف اكتشاف مبكر عن طريق فحص خاص للحوامل. هذا الفحص بالعادة احنا نعمله في الثلث الثاني في الحمل. يعني شو يعني الثلث الثاني في الحمل؟ تقريبا على 24 أسبوع إلى 28 أسبوع في الحمل، يعني تقريبا تكون حرم حامل على 6 شهور. نعم دكتورة عفوا، يعني أنا قاطعت، في مستشفيات معينة مثلا في أفراد في المجتمع مثلا حوالينا الحريم يقولك يعني ليش أفحصها فحص السكري؟ مو مهم، كل مرة في كل حمل ما أطلع، يعني ما تطلع النتيجة أن أنا فيني سكر حمل. يعني حقيقة يعني في ناس ما، يعني أنا من الناس اللي واجهت هذا الشيء، قلت أنه في فترة الكوفيد وقلت ما بروح، يعني ليش أعرض نفسي للخطر وأروح المستشفى عشان فحص السكر؟ يعني ولا مرة ولا عندي تاريخ مسبق أنه بإصابة سكري أو في الأهل أو أي شيء. لكن سبحان الله يعني كان كشف، يعني كان في محلة وفي الوقت المناسب. فنبا منك دكتورة أيضا تنصحين المستمعين أنه مش ضروري أنه يكون الإنسان عنده تاريخ في السكر عشان يصاب بسكر الحمل. صح كلامك غالية، الأغلبية ما يكون عندهم احتمالية مثل ما قلتت في السابق إصابتهم سكر الحمل، بس هذا الفحص وايد مهم، لأن هذا الفحص يساعد على الاكتشاف المبكر للسكري، ولما بالتالي لما إحنا نكتشف السكر بشكل مبكر نمنع مضاعفات السكر. مضاعفات السكر مش بس للطفل كذلك للأم، وساعات مضاعفات السكر جدا تكون محزنة ومؤلمة للأم والطفل، إن حتى لا سمح الله يصير ساعات فقدان الجنين. فدائما حث المرأة الحامل إن إذا كان وجود الوقت الفترة هي المنصح فيها إن فترة الحمل نسوي فحص سكر الحمل، ضروري ضروري نعمل هذا الفحص، وإذا كان طبيعي خير وبركة. لكن ساعات سبحان الله مع كل حمل تتقدم أعراض أو عوامل أخرى تزيد احتمالية من سكر الحمل. فسبحان الله دوم نقول حق الحرمة الحامل ترى كل حمل يختلف عن الثاني، وهذا شيء روتيني ننصح فيه لكل الحوامل. نعم طبعا دكتورة، هو يمكن أحيانا لأن المرأة أيضا تصاب بالغثيان والفحص يتطلب منك تشربين ممكن يعني المحلول هذا طعمه غير مستساغ الصراحة، يعني تحسين يومي دور هذا الفحص ما تبينه لأنه أوردي الطعم يكون يعني، بس الحين قاموا يحطون لنا إياه في الثلاجة وبارد، فالموضوع أسهل شوي. أي أكيد نحاول قد ما نقدر، يعني هو مزعج، بس تعرفين قبل كان حتى كمية المحلول اللي يشرب أكبر، الحين قللوا الكمية، الحين 75 جرام، فشوي يعني نقدر يعني نقول نتعود عليه أول فترة. صح جدا صعب، بس يوم واحد وله فائدة كبيرة خلال فترة الحمل. نعم فدائما احنا ننصح هالشيء طبعا. نعم ودكتورة انت ذكرتي انه ممكن لسكري الحمل يعني يترتب عليه مشاكل لا سمح الله قد تؤدي الى وفاة الجنين، ممكن تحدثينا اكثر في هذا الجانب؟ بعيد الشر عن الام والطفل طبعا، السكر اذا صار ارتفاع في السكر خلال فترة الحمل وما في تحكم في السكري او صار عدم اكتشافه بمرحلة مبكرة ممكن تصير مضاعفات الطفل. فإذا نقول مثلا مضاعفات الطفل مثال، ممكن لا سمح الله تصير ولادة مبكرة، ممكن يصير حجم البيبي جدا كبير، إذا صار حجم البيبي أكثر من 4 كيلو
طبيعي يصير عسر في الولادة، لا سمح الله يصير انحشار الطفل أثناء الولادة، وهذا ممكن يسوي مضاعفات للطفل. مثال أنه ممكن يصير لا سمح الله تخيلي كسر في الترقوة، أو ممكن يصير ضعف طرف من أطراف الطفل، وممكن يكون هالشيء دائم. غيرها كله في بعض الأطفال اللي يولدون للأمهات اللي عندهم سكر الحمل أول فترة ممكن يصير لهم صعوبة في التنفس، أو ممكن حتى السكر ينزل عندهم ويضطر لساعات تدخل بالأدوية. بالنسبة للأم إذا نتطرق لمضاعف أو مضاعفاتها، طبعا يزيد احتمالية إصابة المرأة أو دخولها للقيصرية، احتمالة إصابة تسمم الحمل أو ضغط الدم، وهالشيء جدا محزن إذا صار، لأن هذا يتطلب إدشاء دخول عناية مرتبة. وآخر نقطة هي طبعا المضاعفات في المستقبل للأم بعد الحمل. نعم طبعا دكتورة، بس حبينا نعرف منك أكثر، أخوي عبد الله يبي يعرف أكثر عن هل المرأة الحاملة تستخدم حمية غذائية وكيف تتعامل مع سكر الحمل؟ ممتاز. طبعا من تفضلي دكتورة، أنا عندي سؤال ثاني بس بعد هذا. إن شاء الله لعيوني. السؤال الغالي بالنسبة لاكتشاف مبكر سكر الحمل، من اكتشفه أول شيء نبدأ بحمية غذائية لمدة أسبوعين. بعد هذا الأسبوعين إعادة تقييم السكر، وطبعا خلال هالفترة نطلب من المرأة تجلس مع أخصائية التغذية أخصائية السكر ويراجعون النظام الغذائي اللي عندها. بعد الأسبوعين إذا شفنا بعد السكر في ارتفاع يتم التدخل عن طريق الأدوية، والأدوية ممكن تكون حبوب أو ممكن تزيد إلى مرحلة الإنسولين. صحيح دكتورة، أنا كان سؤالي بأن من المعروف دائما بأن العلاج الإنسان المصاب بداء السكري، سواء كان يعني إذا كانت مرأة مثلا حامل أو شخص عادي، دائما يعني لا يتم العلاج بواسطة الطبيب، دائما هناك في فريق طبي متكامل، وأنا متأكد أن في عيادات الرعاية الصحية الأولية يتقدمون خدمات للحوامل السكر، أكيد في فريق طبي متكامل. دكتورة لو نتكلم وننصح مثلا أفراد المجتمع أو فئة النساء الحوامل بأن لابد أن متابعة فترة الحمل وبالأخص إذا كانت مصابة للسكري لا يتم فقط مع الطبيب، أكيد يعني الطبيب له دور حيوي في الموضوع، وأيضا خبيرة أو أخصائية التغذية لها دور حيوي في الموضوع، وأيضا أخصائية التثقيف الصحي لها دور حيوي. والهدف منه مثل ما نسمع دائما منكم دكتورة أن نحن صح أن الشخص مصاب أو المرأة الحامل مصابة، ولكن نحن نحاول أن نمنع المضاعفات اللي ممكن يصير لها أثناء يعني إذا كان مستوى السكر التراكمي عندها غير مستقر. جميل كلامك عبد الله. بالفعل احنا في قطاع الرعاية الصحية الأولية عندنا عيادة الحوامل، عندنا أخصائية أوردي نسائية تتابع المرأة الحامل وينعملها الفحص ويتم اكتشافها مبكر، بعدين نوفر جهاز سكري مجاني لجميع النساء يقيسون السكر بشكل يومي. رقم ثلاثة في نفس الزيارة يتم تحديد وقت تجلس مع أخصائية التغذية تراجع النظام الغذائي للمرأة الحامل، وفي نفس الوقت أيضا يعيد موعد مع التثقيف الصحي لإعادة إرشادات صحية حول النمط الحياة الصحي والرياضة كذلك. إذا ما سمح الله صار واجهتنا صعوبة في التحكم في السكر لأي سبب أو غرض معين، تم تحويل المرأة الحامل إلى المستشفى أو القطاع المستشفى بحيث هناك يتابعها أخصائي الباطنية أو أخصائي الغدد الصماء يكون تحت رعاية مركزة أكثر. فهاي من طرق التعامل مع الشخص الحامل السكري. فدائما ننصح أن يتابعون باستمرار ويعملون الفحص وقت اللزوم أو الوقت الصحيح اللي هو على 6 شهور. صحيح دكتورة نوف علي عبد الله النون، طبيب أخصائي في هيئة الصحة بدبي في مراكز الرعاية الصحية الأولية، كل الشكر والتقدير لك دكتورة، ما قصرتي، وأيضا شكرا لفريق عملك المبدع. شكرا لكم على هالاستضافة الطيبة. شكرا مستمعينا الأعزاء، مثل ما سمعنا من الدكتورة نوف، وأيضا احنا دائما ننصح بأن أي شخص مصاب بداء السكري لابد أن يتابع حالته الصحية في المراكز المتخصصة لعلاج داء السكري، ودائما احنا نقول بأن علاج داء السكري لا يتم فقط من قبل الطبيب، هناك فريق طبي متكامل، وهيئة الصحة بدبي توفر هاي الخدمات المتكاملة والشمولية للمصابين بداء السكري، لأن الطبيب
الطبيب له دور، وأخصائي التغذية له دور، وأخصائي التثقيف الصحي له دور، وأخصائي العيون له دور، وأيضا أخصائي القدم له دور. فهي منظومة متكاملة لرعاية الشخص المصاب بداء السكري، ونحن دائما نقول هاي إدارة حالة وليست فقط علاج. مع هاي النصائح وصلنا إلى نهاية فقرتنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، وأتمنى أن دائما الحلقة تقدم لكم معلومات طبية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أشكر فريق العمل، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وشكرا للأخت نجاة السويدي في التنسيق والمتابعة، وشكرا مخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. كل الشكر والتقدير لك أختي آمنة العلي، أبدعتي. شكرا لك أخوي عبد الله، وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.